قلنا ال PC data دي ان هي عبارة عن parseable text data، ودي بما معناها يعني ان هي simple character data، او ان هو ايه ان اللي موجود ده يعني كلام بس. فيبقى كده خلاصة الموضوع كله ان الدوك تايب دي بتعرف لنا الروت، وهنا مثلا بيعرف ان بيفهمنا ان البوك ده عبارة عن parent لتايتل واوثر واي اس بي ان. بعد كده بنعرف بقى التايتل والاوثر والاي اس بي ان دي بانها بي سي داتا، ان هي ايه ان هي جملة عادية جدا ما فيهاش اي حاجة، زي هنا دي زي ما قلنا ايه هنا ايه كلام عادي بس ما فيهاش اي حاجة. تاني نوع عندنا اللي هو الاكس ام ال سكيما، وهي هي نفس الدي دي تي اللي هي الدوكيمنت تايب ديفينيشن، هي بتعمل ديسكرايب الاستراكشر بتاع الاكس ام ال ايه دوكيمنت. وبرده نفس الكلام ان هي محتاجه يكون السينتاكس ويل فورمد علشان تقدر ايه ان احنا نقدر نعمل سكيما. طيب تعالوا نشوف الاكزامبل ونشوف طريقتها مختلفه ازاي عن الدوكيمنت تايب ديفينيشن. اول حاجه عمل الروت او عمل التاب اسمه سكيما، وعرفه بالطريقه بتاعه النيم سبيس او البريفكس اللي احنا قلنا عليها، او عمل اكس ام ال نيم سبيس اكس اس واليو ار اي. بعد كده بقى عرف ان عمل element name وقال ان هو book، ده على طبعا الكلام ده كله على نفس الاكزامبل بتاعنا ده. فقال ان احنا عندنا element name اسمه book، وان النوع البوك ده هو complex type، ان هو complex، وان هو عنده sequence of elements ايه elements type. تمام، نيجي بقى هنفصل كل element بقى عندنا اللي هو ايه. راح قال تاني حاجة عندي element name اسمها تايتل، التايب بتاعها string، يعني ان هي عبارة عن ايه عبارة عن text، ونفس الكلام للاوثر ونفس الكلام للاي اس بي ان. ده كل ده طبعا على الاكزامبل ايه بتاعها بس. بعد كده اقفل التاجات بتاعت اللي هي السيكونس دي والكومبلكس تايب والايه والادمنت والسكيما بس. يبقى كده هي دي الطريقة بتاعت الاكس ام ال سكيما، هي مجرد تعريف للستركشر بتاع الاكس ام ال دوكيمنت زي الدي تي تي. هنتكلم دلوقتي عن الـ XHTML أو اللي هي Extensible Hypertext Markup Language. هي لغة أقوى من الـ HTML. طب عايزين نفهم أكتر إيه هي الـ XHTML دي؟ إحنا قلنا إن الـ XML هي Markup Language، يعني لازم يكون الـ Documents Well Formed، يعني الـ Syntax بتاعها يكون صح جداً، وده ممكن ما يتحققش قوي في الـ HTML. فعملنا الـ XHTML، يعني الخلاصة ان الـ XHTML هي عبارة عن HTML حصل لها redesigned as XML عشان الـ XML يقبلها. طيب دلوقتي هنشوف الفرق بين الـ XHTML والـ HTML عشان نقتنع اكتر اشمعنى الـ XHTML هي اللي هتظبط اكتر مع الـ XML. هنيجي دلوقتي نشوف الفرق. مثلا عندنا في الـ Document Structure لازم يكون عندنا الدوك تايب، يعني مش اوبشنال زي الاتش تي ام ال. الاكس ام ال نيم سبيس برده ده لازم يكون موجود، وطبعا بقى الحاجات اللي زي الاتش تي ام ال اللي هي اتش تي ام ال والهيد والتايتل والبادي، كل الحاجات دي لازم تكون موجوده. طيب الاكس اتش تي ام ال اليمنتس طبعا لازم يكون نستد، يعني مثلا عندنا في الاتش تي ام ال العادي ممكن نعمل حاجه شبه كده، في الـ XHTML ما ينفعش، لازم تكون كل حاجة نستد، تكون زي كده، نفتح التاج ونقفله، ولو عايزين نفتح تاج تاني يتفتح جواه ويتقفل، ما ينفعش ان انا افتح واحد من جوه واقفله بره والكلام ده. طبعا زي ما قلنا ان كل تاج لازم يكون مقفول، لازم اسامي التاجات تكون lower case، ويكون في root element واحد بس. الـ XHTML attributes بقى الاتريبيوت اللي هو بيكون جوه التاج لازم برضو يكون لوور كيس، ولازم زي ما قلنا يكون في ايه كوتيشن، سواء سنجل او دبل كوتيشن. لو جينا نطبق بقى على الاكزامبل بتاع الدكتور، اول حاجه فعلا هو بدا بالدوك تايب وعرفها وعمل اللي هو النيم سبيس اكس ام ال نيم سبيس، والتاجات بتاعته راعى ان هو لازم كل تاج يكون يفتحه ويقفله، وان هو يكون سمول ويكون لوور كيس يعني. وبرده هنا كان مكتوب ان الامتي اليمنتس ان هي بتكون تاج واحد بس زي ما احنا قلنا، مش شرط ان هو يكون ليه ايه فتح التاج وقفله.